السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وهنا وسعادة دايما يا رب. كل سنة وانتم طيبين، لسه خارجين من عيد الأضحى وربنا يعودوا علينا بالخير، ويعني كانت أجازة سعيدة، ويا رب كده ربنا يجعل حياتنا كلها سعادة. النهاردة جاية بحصة مهمة جدا جدا، سواء للكورسز أو لمراحل التعليم، حتى يعني من أول ابتدائي أيا كان انت كنت في مرحلة ايه، ابتدائي اعدادي ثانوي. النهاردة لمت لكم كده فكرة بسيطة جدا على الديالوج او الكونفرزيشن. كلمة ديالوج يعني محادثة بالبريتش، وكلمة كونفرزيشن يعني محادثة برضو بس بالامريكان. ايا كان جايلك رأس السؤال في كلمة ديالوج او كونفرزيشن، يعني معناه ان في اتنين بيتكلموا مع بعض او اكتر، يعني ممكن يبقوا ثلاث اشخاص اربع اشخاص بيتكلموا مع بعض. لازم نبقى عارفين في الديالوج ان احنا اي أداة ترحيب بنرد عليها بنفس الأداة. يعني لو حد بيقول لي جود مورنينج هرد اقول له جود مورنينج، لو حد بيقول لي هالو هقول له هالو، هاي هاي، جود افترنون جود افترنون، جود ايفنينج جود ايفنينج، جود نايت جود نايت، حد بيقول لي باي باي هقول له باي باي. فاي أداة ترحيب اعرفي ان هي بيترد عليها بنفس الرد. بس النهاردة أنا مركزة معاكو على نوعين من الكويشن مهمين جدا، ولو فهمناهم يبقى احنا هنعرف نعمل أي سؤال ونجاوب على أي سؤال. السؤال بالهيلبينج فيرب، السؤال سوري بالكويشن وورد اللي هي الدبليو اتش، زي وات وير who when whose how why whom. لو انت مش عارفة معاني أدوات الاستفهام واستخداماتها ارجعي لفيديو أدوات الاستفهام قبل ما تكملي الفيديو ده علشان تبقي متابعة معايا. تمام، بعد دايما الـ WH بنحط الـ helping verb، وبعد الـ helping verb بنحط الـ subject. الـ helping verb بيبقى تبع التنس اللي احنا فيه، يعني احنا لو في مضارع هنحطه is are do does، لو احنا في مضارع سواء present simple او present continuous، لو احنا في ماضي هنحط did، لو في ماضي past يعني هنحط did was were، هنحط واحدة من دول. يبقى الـ helping verb بيتحدد من الزمن نفسه. السبجكت اللي هو الفاعل، الفاعل ده لإما هي لإما شي ات، لو مفرد مع الجمع وي ويو وزاي. وبعد كده الفيرب يبقى أداة الاستفهام، الفعل المساعد، الفاعل، الفعل. تكوين السؤال دايما بالكويشن وورد ثابت كده. الإجابة بتختلف حسب أداة الاستفهام بتسأل عن إيه، وحنشوف دلوقتي إكزامبل. بعد كده عندنا السؤال بالهيلبينج فيرب اللي هو question yes or no، السؤال لا اما بيس او نو بجاوب عليه لا بيس او نو. في اجابات تانية مش يعني مش هبقى محدودة كده في الاجابات، يعني ممكن اقول يا ممكن اقول شور ممكن اقول اوف كورس ممكن يعني اجاوب اجابة مش تقليدية. عندنا الهيلبينج فيرب دي ممكن تبقى is are do does did was where well. طيب الهيلبينج فيرب ايا كان، وبرده الموديل فيرب اللي هي واد وشاد وقد، وهنعمل قريب فيديو ليها لانها مطلوبه مني. دايما الفعل المساعد حطي بعديه السبجكت، السبجكت لو مفرد بنحط هي او شي او ات، اسم شخص مفرد. جمع بنحط يو او وي او زي. يعني ايه؟ يعني لو از تبقى از هي از شي از ات، لو ار تبقى ار يو ار وي ار زي. ده كده معناها ان مع الهيلبينج فيرب المفرد بنحط سبجكت مفرد، مع الهيلبينج فيرب الجمع او اللي بيجي مع الحاجه الكتير بنحط سبجكت وي او يو او زي. بعد كده بنحط الفيرب، والفيرب هنا يا جماعه بيتحدد هو فيرب انفينيتيف ولا في حاجه من الهيلبينج فيرب نفسه. يعني ايه يا ميس مش فاهمين؟ يعني كل الهيلبينج فيرب ده بيجي معاه الفيرب انفينيتيف، بس في هيلبينج فيرب تاني زي هاز وهاف وهاد بيجي معاهم التصريف الثالث الباست بارتيسيبل. تمام، طيب لو انا بعمل محادثه، تعالي بقى أعلمك إزاي تسألي حد بالإنجليش. يعني لو أنا عايزة أسأل شخص على صفة
أو وظيفة أو اسم بسأل بآر يو. يبقى اتفقنا كده، لو بسأل بآر يو بعديها وظيفة أو صفة أو اسم، آر يو تيتشر أنت مدرس، آر يو دكتور أنت طبيب، آر يو إنجينير أنت مهندس. طيب لو أنا بسأل بصفة، آر يو هابي، آر يو ساد، آر يو أنجري، آر يو ثريستي، هل أنت عطشان، يبقى آر يو بيجي بعديها لإما صفة لإما اسم لإما جوبز وظيفة. Are you hungry؟ لو حد بيسألك بيقولك أنت جعانة، Are you hungry؟ لو أنا عايزة أجاوب هقوله yeah لو أنا جعانة قوي، هقوله no لو أنا مش جعانة. Are you busy؟ هل أنت، أنا سايبة الإجابات فاضية علشان أنتوا توقفي الكاميرا وتكتبي وتجاوبي بنفسك، لأن الإجابة طبعا في الكونفرزيشن بتختلف. Are you busy؟ أنت مشغول؟ لو أنا مشغول هقوله يا أو يس، لو أنا مش مشغول هقوله نو. طيب are you في السؤال دايما يا جماعة بحولها الأيام، يعني لو حد بيقول لي are you hungry هقوله yes I am hungry أو no I am not hungry. Are you busy هقوله برضو yes I am busy أو no I am not busy. طيب لو بسأل حد على حاجة بيحبها، على لعبة بيحبها، على حاجة بيأديها، حاجة بيأديها أو بيعملها، بسأل بكلمة do، يعني أقول do you like banana؟ هل أنت بتحب البنانة؟ do you like pizza؟ أنت بتحب البيتزا؟ يبقى السؤال هنا بدو بجاوب عليه برضو ب yes or no. yes I do، no I don't. Can you speak English؟ انت بتقدر تتكلم انجليزي؟ Can you speak؟ خدوا بالكوا هنا الفيرب كله في الايه؟ اهو اصل في الانفينيتيف. Can you speak English؟ انت بتقدر تتكلم انجليزي؟ Yes I can او No I can't. ممكن اجاوب بكلمة يا بس، ممكن اقول sure، ممكن اقول of course. طب ماشي، لو انا بسأل في الماضي في الباست يبقى هسأل بكلمة did أو was aware. طب ايه الفرق بين did أو was aware؟ كلمة was aware بتيجي معناها هل كان، هو كل أدواء الهيلبينج فيرب بيجي بمعنى هل، بس هل في الماضي ولا هل في المستقبل ولا هل في المضارع، ده بيبقى حسب الفعل المساعد نفسه. فهنا بيقول له في الماضي did you go to the beach yesterday؟ Did you go to the beach yesterday؟ انت رحت الشاطئ امبارح، انت رحت البحر امبارح. لو انا بجاوب بقول له yes وبحول you الى I، yes I did او no I didn't. تمام. Will you study Arabic tomorrow؟ انت هتذاكر عربي بكرة، انا بتكلم على الفيوتشر المستقبل، يبقى سألت ب will. Will you study Arabic tomorrow؟ لو هجاوب بحول yes، yes I will أو yes I study Arabic أو no I won't. ممكن أسأل برضو بمودل فيرب زي would أو قد، يعني هنا كان بسأله دلوقتي، أنت بتقدر تتكلم إنجليزي دلوقتي؟ لو أنا عايز أسأله أنت كنت بتعرف تتكلم إنجليزي من 5 سنين مثلا، فبقول له could you speak English 5 years ago؟ Could you speak English 5 years ago؟ يعني أنت بتقدر تتكلم إنجليزي من 5 سنين، كنت بتعرف تتكلم كويس كده؟ فسألت بقد علشان أنا بسأل في الماضي، لكن هنا بسأل في المضارع فسألت بكان. Would you drink orange juice؟ هل تود أو هل بتحب أنك تشرب عصير برتقال؟ Would you like orange juice؟ هل تود تشرب عصير برتقال؟ فبيقول لي yes I would أو no I wouldn't، أو ممكن يقول لي yes please no thanks، يعني ما نرتبطش بإجابة تقليدية. تمام. عندنا آخر سؤال بيقول لي ماي، كلمة ماي بتيجي مع الاستئذان بأدب، يعني أنا قاعدة كده وجنبي زميلي وعايز أقول له ممكن أستلف قلمك، ممكن أستلف كراستك، ممكن أستلف كتابك، ممكن أستلف أستكتك، فأقول له may I borrow your pen please، ممكن أحط كلمة please من فضلك، may I borrow your pen please، ممكن أستلف القلم بتاعك من فضلك،
May I borrow your pen please؟ ممكن نحط هنا على فكرة قبل الـ question word هنا الـ question mark sorry كلمة please من فضلك، لأن كلمة may بتيجي مع الاستئذان بأدب. لو أنا عايز أديله هقول له yeah أو هقول له of course أو هقول له yes yes you borrow يعني yes خد الحاجة أو no لو أنا مش عايز أديها له. يبقى لاحظنا إن هنا كل الـ helping verb بيتجاوب عليه بـ yes أو no. عندنا question تاني مهم جدا جدا، وعملت لكم كام سؤال علشان نعرف نتكلم مع بعض إنجليش، وثبتي الكاميرا واكتبي وحاولي تتدربي انت ومامتك انت واخوكي انت واختك علشان يبقى الموضوع سهل عليكي في الدراسة. هنا عندنا اول اداة استفهام استخدمتها what's. what يعني ما او ماذا. what يعني ما او ماذا. لو انا بسأل حد عن اسمه عن رقم تليفونه عن عنوانه عن اي حاجة بيحبها بسأل what. what's your name. what's your name اسمك ايه. فطبعا هو هيجاوب يقول ام كذا أو يقول my names ويقول اسمه. برضو ما تبقيش حافظة إجابة محددة. what's your name يعني ما اسمك، بجاوب لإما بI am واكتب اسمي لإما my name is كذا. what's your address. السؤال ده الأسئلة دي لو انت جيت تروحي تعملي تاخدي كورس لازم يعملوا معاكي محادثة يشوفوا مستواكي في الأورال، فدي من الأسئلة اللي بتيجي دايما في التست اللي بيعمله لي أورال. what's your address عنوانك إيه. what's your address ممكن أقول my address is وأقول عنواني. my address is وأقول عنواني يعني أنا لو عايز أقول أنا ساكنة في شارع النصر عمارة 95 مثلا فهقول إيه my address is أو أقول it's على طول it's لأن العنوان غير عاقل it's وأقول مثلا 95 النصر ستريت. كل واحد بيكتب عنوانه أو بيرد بعنوانه. مثلا ساكنة في شارع اسمه شارع الجيزة مثلا عمارة 100 فأقول له it's 100 الجيزة ستريت شارع الجيزة عمارة 100. طيب لو عايز أسأل حد على رقم تليفونه what's your telephone number. what's your telephone number فبقول it's برضو علشان رقم التليفون غير عاقل it's واكتب الرقم بتاعي أو أقول الرقم بتاعي. وفي طريقة في الكتب اللي هي my telephone number is كذا my telephone number is كذا. طب لو عايز أسألك عن أي حاجة بتحبيها يعني لو عايز أقول لك what's your favorite subject إيه المادة اللي بتحبيها فحقول مثلا math science social study المادة اللي انت بتحبيها. طيب ممكن أقولها كده على طول وممكن أحول كلمة your لmy وأقول my favorite subject is واكتب المادة اللي بحبها. my favorite subject is English. my favorite subject is English. where تعالوا الأداة لاستفهام where. where يعني أين. where بسألك أنت منين أنت بتعيشي فين. عايزة ماشية في الشارع وبسأل حد فين الصيدلية فين المكتبة فين مكتب البريد فبسأل where. ودايما أداة لاستفهام where هتلاقي فيه حرف جر بيجي فيه الإجابة. يعني لما حد يقول لي where are you from أنا طبعا بشيل where وبحول are you لI am اللي هي am. am from انت ساكنة فين بقى واكتبي المكان اللي انت بتعيش فيه. يعني I am from Egypt. I am from France. I am from America. تمام. ممكن أقول لك انت بتعيشي فين بتسكني فين. where do you live يعني احنا عرفنا انك انت من مصر. where are you from. I am from in Egypt. ماشي. where do you live ساكنة ما هي ايجيبت دي كبيرة قوي اسوان واسكندرية وبورسعيد والمنوفية وي انت ثاني حتة في ايجيبت دي. where do you live اين تسكن. هقول له هشيل where واقول I live in. in هنا preposition حرف جر. I live in Cairo. I live in Port Said. I live in Alex. I live in المنصورة.
تمام. وير ممكن تسأل على مكان شيء يعني شيء انت بتدوري عليه في الشارع. يعني انا ماشية كده وراحة صيدلية ومش لاقية الصيدلية. Where is the pharmacy? Where is the pharmacy? فين الصيدلية؟ أين؟ فين؟ فاللي بيجاوب بيقول لي it's، لأن هنا الفارماسي مفرد فبقول it is. It is next to the school، ده جنب المدرسة دي. عايزة أقول له امشي على طول وادخل يمين، هقول له go straight and turn right، go straight and turn left، امشي على طول وادخل شمال. فبوصف له المكان. بس دايما كلمة وير هتلاقي فيه حرف جر فيه الإجابة. تمام. طيب أنا شفت حد ومعجبة بالتيشيرت بتاعه، بالبنطلون بتاعه، بأي حاجة لابسة، وعايزة أسأله أنت جيبها منين. فأقول له where did you get it، حصلت عليها منين، جبتها منين. where did you get it، where did you get it. لو هي جاية لي هدية ممكن أقول له it's gift my friend، ده هدية من واحد صاحبي. لو عايزة أوصف له المكان هقول له I bought، أنا اشتريتها. I bought علشان هنا did في الماضي. I put مثلا the shop near the house، يعني اشتريتها من محل جنب البيت. وخدوا بالكم near هنا حرف جر. تمام. تعالوا الأداة استفهام تانية. شوفي لو لاحظتي ان كل الأسئلة اللي بأدوات استفهام هتلاقي بعد أداة الاستفهام الفعل المساعد اللي هو is أو are أو do أو does أو did، وبعديها subject الفاعل، وبعديها الverb. طيب في أداة استفهام مهمة جدا بنستخدمها في الconversation when، يعني متى. عايز أقولك انت امتى هتخلصي الشغل، انت امتى رحت المدرسة، انت امتى عملت الواجب بتاعك. امتى دي اللي هي امتى اللي احنا بنقول عليها امتى، دي اللي هي متى. when، when do you finish work، امتى هتخلصي العمل بتاعك، الشغل بتاعك. when do you finish work، هشيل when وهشيل do. I finish work at 7 o'clock، انا هخلص شغلي الساعة 7 p.m. بالليل او مساء. I finish work at 3 o'clock، هخلص شغل الساعة 3. يبقى الإجابة دي بتبقى حر إنك أنت تجاوبها تبع ظروفي أنا. When do you go to school، أنت إمتى بتروح المدرسة. When do you go to school، when do you go to club، when do you go to hospital، إمتى رحت المستشفى. يبقى أنا بسأل على إمتى بوين. لو هجاوب هنا على سؤال زي ده when do you go to school، احنا تقريبا بنروح الساعة 7، فهقول له I go to school at 7 o'clock a.m. يعني بروح الساعة 7 صباحا. تمام. في أداة استفهام تانية how، خدوا بالكو أنا جايب لكو كذا أداة استفهام وامشي بنفس النمط. how يعني كيف أو كم. يعني لو بسألك على عمرك هقول لك how old are you، كم عمرك. هتقول لي I am 30 years old، I am 12 years old، I am 13 12 years old، I am 40 years old، عند 40 سنة. الإجابة تبع كل شخص. How are you doing، طبعا احنا واخدين على How are you، كيف حالك، ما احنا ممكن نقول How are you doing، والإجابة برضو بتبقى مختلفة. يعني ممكن أقول I'm fine، I'm great، I'm good، I'm well، أنا كويس أو أنا تمام. فالإجابة بتختلف. طيب بعد كده عايز أسأل على وسيلة مواصلات، أنت روحتي إزاي المدرسة، أنت روحتي إزاي أو رجعتي إزاي البيت. How do you go to the club، إزاي روحتي النادي. How هنا معناها كيف، وبتسأل على وسيلة المواصلات. How do you go to club، ازاي رحت النادي. هقول I go to club by car، by taxi، by train، زي اي وسيلة مواصلات انا رحت بيها. عايز اقولك انت رجعت ازاي البيت. How do you return home، how do you return home، هتقولي لي by taxi، بالتاكسي.
تمام. لو عايزة أسأل حد على أنت عندك كم أخ عندك كم أخت، ودي مهمة قوي في الكونفرزيشن، how many sisters do you have، عندك كام أخت، how many brothers do you have، عندك كام أخ، how many uncles do you have، عندك كام عم. فهتلاقي السؤال ده أقدر أشيل كلمة sisters وأحط كذا حاجة، يعني how many sisters do you have، لو أنا هجاوب عليه هقول I have two sisters، أنا عندي أخي أختين، I have one sister، أنا عندي أخت واحدة، I don't have sister، أنا ما عنديش إخوات بنات. تمام. لو أنا عايزة أسأل حد بكامل تيشيرت ده، بكامل نظارة دي، بكامل ساعة دي، بسأل ب how much يعني كم ثمن، how much does it cost يعني التكلفة، تكلفتها كام. يعني يبقى أنا لو عايزة أسأل حد أنت جايب ده منين، بقول له where did you get it أنت جايب الحاجة دي منين. طب عايزة أسأله بقى على ثمنها، how much does it cost طيب هيقول لي بقى سعرها مثلا it's 20 pound it's 100 pounds it's 200 pounds، زي ما انا جايبه الحاجه. مهمه جدا 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 الحصه دي، واكيد هتستفادوا، لان من الحاجات المهمه جدا لو الشخص بيتعلم كورسات في الاجازه كده، واحنا في الاجازه نستعد للدراسه ونسمع بالراحه وكرري الفيديو مره واثنين وثلاثه. انا عارفه ان الفيديو ده طويل، بس فعلا مهم جدا جدا، وهتستفادي منه وهيفيدك في الدراسه كمان. اشوفكم على خير الحصه الجايه، باي باي.